السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا. بعد أن بدأت القوات الروسية بالتوغل في المناطق الشمالية من خاركيف وبدأت تهدد مدينة خاركيف، هذه المدينة استراتيجية، بدأت القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ متوسطة المدى من نوع الهايمارس التي حصلت عليها من دول حلف الناتو، وخصوصا بعد أن سمحت الولايات المتحدة باستخدام هذه الصواريخ. أين وصلت عمليات القصف الأوكراني؟ في البداية بعد أن هاجمت القوات الروسية مناطق شمال خاركيف وبدأت تحشد قوات أخرى من أجل التوغل في المناطق الشمالية من سومي وتشيرنغيف، بدأت القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ الهايمارس لكي تستهدف منظومات الدفاع الجوي الروسية وكذلك أماكن تحشدات القوات الروسية التي بدأت تهدد المناطق الشمالية الشرقية من أوكرانيا. وصواريخ الهايمارس التي تم استخدامها في شمال خاركيف والتي مداها يتراوح ما بين 80 إلى 150 كيلومتر، إلا أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من استخدام صواريخ الهايمارس ذات المدى 300 كيلومتر، وذلك لعدم سماح الولايات المتحدة لاستخدام هذه الصواريخ في العمق الروسي. إذن القوات الأوكرانية تقصف أماكن تواجد القوات الروسية وخصوصا منظومات الدفاع الجوي القريبة من بلغراد، وهذه الصواريخ كما قلنا مداها حوالي 150 كيلومتر، وهي بذلك تحيد أي تواجد للطيران الروسي ضمن المناطق المحيطة بمدينة خاركيف. لكن التطور الأبرز الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية هو أن القوات الروسية بدأت تهاجم شمال سومي، وبعد ذلك بدأت القوات الروسية تستخدم صواريخ الهايمارس ذات المدى 300 كيلومتر ولكن في أماكن أخرى دون أن تقصف الأراضي الروسية، لأنها لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة باستخدام هذه الصواريخ لقصف الأراضي الروسية، لذلك قامت باستهداف منظومات الدفاع الجوي المتواجدة في شبه جزيرة القرم والتي تغطي مساحات واسعة، وخصوصا صواريخ الاس 400 والتي مداها يصل إلى 400 كيلومتر، وبذلك تتمكن من تغطية كافة المناطق الشمالية من خيرسون وكذلك مقاطعة ميكولايف إضافة إلى مقاطعة أوديسا، وهي التي تغطي كما قلنا حوالي 400 كيلومتر، وبذلك تجعل الطيران الأوكراني يجد صعوبة جدا في التوغل في هذه المناطق الشمالية من القرم خصوصا في خيرسون وميكولايف. لذلك بدأت القوات الأوكرانية باستهداف هذه المنظومات الدفاعية الجوية الروسية في القرم، ولكن هذه المنظومات تبعد حوالي 200 كيلومتر، وهذا خارج مدى صواريخ الهايمارس من النوع الأول والتي سمحت باستخدامها الولايات المتحدة وخصوصا في شمال خاركيف، إلا أن استخدام هذه الصواريخ التي مداها يصل إلى 200 كيلومتر في شبه جزيرة القرم سوف لن يكون مؤثرا لأنها خارج مدى هذه الصواريخ. لذلك بدأت القوات الأوكرانية باستخدام النوع الثاني، وهي صواريخ الهايمارس من نوع أتاك MS، وهي صواريخ ذات مدى 300 كيلومتر، وبذلك تتمكن من تحقيق إصابات بمنظومات الدفاع الجوي وخصوصا الاس 400 المتواجدة في شبه جزيرة القرم. وخلال اليومين الماضيين بدأت أوكرانيا بتوجيه ضربات صاروخية بواسطة صواريخ الهايمارس ذات المدى 300 كيلومتر، وتمكنت من إصابة عدد من هذه الصواريخ. وهذا الخبر نقله حساب وزارة الدفاع الأوكرانية الذي يقول أن القوات الأوكرانية نفذت ضربات صاروخية ضد منظومات الدفاع الجوي التي تتواجد في شبه جزيرة القرم. وهذا الخبر أيضا أكده موقع ساوث فرونت الروسي وهو المتخصص بالتحليلات الاستراتيجية والسوقية، الذي يقول أن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخ هايمارس من نوع أتاك MS وتمكنت من إصابة عدد من منظومات الصواريخ وخصوصا صواريخ الاس 400 الروسية في مقاطعة ديجانكوي وهي التي تقع شمال شبه جزيرة القرم، وأيضا تمكنت من إصابة عددا من منصات صواريخ الاس 300 في مقاطعة تشيرنوموريسكا، وأيضا بالإضافة إلى الصواريخ الاس 300 الروسية المتواجدة بالقرب من يفبا توبيريا والتي تقع في شرق شبه جزيرة القرم. إذن ضربات صاروخية مهمة جدا تنفذها القوات الأوكرانية بواسطة صواريخ الهايمارس ذات المدى 300 كيلومتر، والسؤال هو الآن ما هي ردة فعل القوات الروسية بعد هذه الضربات المؤثرة لمنظوماتها الدفاعية الجوية في شبه جزيرة القرم؟ بكل تأكيد أن روسيا سوف توجه ضربات
بالعمق الأوكراني وخصوصا البنى التحتية الأوكرانية وكذلك منشآت الطاقة الكهربائية. إذن هذه آخر تطورات الضربات الصاروخية للقوات الأوكرانية التي استهدفت بها منظومات صواريخ الدفاع الجوي الاس 400 المتواجدة في شبه جزيرة القرن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.